طلاب الأعزاء، طلاب دبلوم العلوم الجنائية، مرحبا بحضراتكم في المحاضرة الثانية لنا أونلاين. في المحاضرة الأولى بدأت مع حضراتكم مادة علم الإجرام وعلم العقاب، واخترت لحضراتكم موضوع من الموضوعات المهمة وهو المعاملة العقابية للمجرمين الخطرين. تناولت مع حضراتكم تقسيم هذا البحث إلى 3 مباحث. بدأنا بالمبحث الأول والذي بعنوان التعريف بالمجرمين الخطرين محلاً لمعاملة عقابية خاصة. قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين. المطلب الأول تناولت فيه مع حضراتكم مفهوم المجرم الخطر، وفي هذه المحاضرة الأونلاين سأتحدث عن المطلب الثاني والذي بعنوان طوائف المجرمين الخطرين. أما عن طوائف المجرمين الخطرين، يمكن تقسيم طوائف المجرمين الخطرين إلى 4 طوائف. نبدأ بمعتادو الإجرام، وهي الطائفة الأولى من طوائف المجرمين الخطرين، ويقصد بمعتاد الإجرام من سبق ارتكابهم لجرائم وصدر عليهم أحكام نهائية فيه. الطائفة الثانية وهي طائفة المجرم العنيف، أيضا المجرم العنيف يعتبر من المجرمين الخطرين. والمجرم العنيف يقصد به هو من يرتكب جرائم عنف مثل القتل أو العاهة المستديمة. الطائفة الثالثة من طوائف المجرمين الخطرين وهي طائفة مرتكبي الجرائم الجنسية، أي الشخص الذي يرتكب جرائم جنسية، وبصفة خاصة نقصد بمرتكب الجرائم الجنسية من يرتكب جرائم جنسية ضد الأطفال. الطائفة الرابعة من طوائف المجرمين الخطرين هي طائفة المجرم المضطرب عقلياً أو نفسياً، ويقصد به المريض باضطراب عقلي أو نفسي لا يصل إلى درجة عاهة في العقل. هذا باختصار المقصود بطوائف المجرمين الخطرين، وهبدأ مع حضراتكم في شرح كل طائفة من هذه الطوائف الأربعة بشيء من التفصيل. نبدأ مع حضراتكم في الحديث عن الطائفة الأولى من طوائف المجرمين الخطرين، وهي طائفة معتادو الإجرام. طبعا قلنا أن المقصود بمعتادو الإجرام هو من سبق ارتكابهم لجرائم وصدر عليهم أحكام نهائية فيها. وتحدد التشريعات الأجنبية مثل القانون الكندي عدد الجرائم ب3 جرائم، إذا كان معاقباً على كل واحدة منها بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات. هذه المشكلة، مشكلة المجرمين العائدين إلى الإجرام كطائفة خطيرة من بين المسجونين، هذه الطائفة في حقيقتها ليست مشكلة جديدة، بل كانت موجودة في القانون الفرنسي الصادر في 1885، حيث قرر هذا القانون عقوبة النفي في المستعمرات للمجرمين العائدين، وهو يعبر بذلك عن رغبته في التعامل مع المجرمين الخطيرين بطريقة خاصة. طبعا القانون المقارن حاول التعامل مع المجرم الخطر عن طريق التشدد في عقاب العائدين إلى الإجرام باعتباره مجرما خطيرا، وتم ذلك في صورة أحد الأنظمة الثلاثة التالية. النظام الأول وهو تجديد العقوبة الأصلية للجرائم التي اعتبرها في عداد الجرائم الخطرة، من ذلك قانون العقوبات الأمريكي الفيدرالي الذي نص على عقوبة الحبس المؤبد دون إمكانية التخفيف في حالة ارتكاب بعض الجرائم العنيفة كالقتل العمد والاغتصاب. أما عن النظام الثاني فكان يتعامل أو اتجه إلى التعامل مع معتادو الإجرام عن طريق تقرير ظروف مشددة
إجبارية أو اختيارية للقاضي، وتكون الزيادة بنسبة معينة أو بحد زمني معين. النظام الثالث بيقتضي أن يتم تقرير حد أدنى لا يستطيع القاضي النزول عنه في حالة العود إلى الإجرام، وأخذ بهذا النظام الثالث القانون الفرنسي. أما بالنسبة للقانون الألماني فقد اعتمدت المواجهة المجرم العائد إلى الإجرام في القانون الألماني على شقين. الشق الأول يتعلق بأصحاب المشكلات العقلية أو النفسية، وهم الحقيقة يمكن تقسيمهم لنوعين. النوع الأول من يعاني من مرض عقلي، هذا يتم إيداعه في مستشفى أمراض عقلية ويخضع للعلاج فيها، ولا يتم الإفراج عنه إلا بتقرير من الأطباء أنه لم يعد خطراً على من حوله أو على نفسه. أما النوع الثاني فهو من يعاني من مشكلات نفسية، ويقرر المتخصصون أن مسؤوليته الجنائية يتم تخفيفها بسبب مشكلات نفسية لا تصل إلى درجة المرض العقلي التي تنفي المسؤولية الجنائية عنه. هؤلاء اللي بيعانوا من مشكلات نفسية بيتم الحكم عليهم بالحبس غير المحدد المدة، ولكن بيتم إيداعهم في مؤسسة للعلاج النفسي والعقلي. هذا هو الشق الأول المتعلق بمواجهة المجرم العائد إلى الإجرام والذي يعاني من مشكلات عقلية أو نفسية. الشق الثاني هو المجرم العائد إلى الإجرام ولا يعاني من أمراض عقلية أو نفسية. هنا المجرم الخطر الذي لا ينتمي إلى النوعين السابقين، وطبعا هذا المجرم بيظهر من جرائمه السابقة أنه عائد إلى الإجرام، فوفقا للقانون الألماني يتم الحكم عليه بمدة لا تقل عن 10 سنوات، يحكم عليه بعقوبة غير محددة المدة لا تقل عن 10 سنوات، وبيتبع في أثنائها أثناء طبعا فترة قضاء العقوبة برامج للعلاج، ولا يتم الإفراج عنه إلا إذا ثبت أنه لم يعد يشكل خطورة على المجتمع. هذا هو تعامل القانون الألماني مع المجرم العائد إلى الإجرام. أما عن المجرم الجنسي المريض نفسياً فهو من طوائف المجرمين الخطرين. لو بدأنا بتعريفه، يمكن تعريف المجرم الجنسي المريض نفسياً بأنه من يعاني من نزعات جنسية لا يستطيع التحكم فيها ومن شأنها أن تسبب إيذاءً أو ألماً للآخرين. إذن هذا هو المقصود بالمجرم الجنسي المريض نفسياً. لو تحدثنا عن ثانيا المشكلة في تحديده، المشكلة في تحديد هذه الطائفة من المجرمين الخطرين بتأتي أولا من اختلاف علماء النفس في توافر أو عدم توافر خصائص معينة للقول بوجود هذا النوع من المرض النفسي، فلا توجد خصائص واضحة. إذن اختلاف علماء النفس في تحديد هذا النوع من المرض النفسي. المشكلة الثانية في تحديده هي تتعلق بصعوبة التعامل معه، صعوبة التعامل مع هذا النوع من أنواع المجرمين الخطرين، لأن هذا المجرم لو لاحظتوا حضراتكم هذا المجرم الخطر عبارة عن طائفتين من الطوائف السابقة، عبارة عن مجرم الجنسي وده كانت رقم 3، والمجرم هذا المجرم الجنسي أيضا بالإضافة لذلك مريض نفسيا. إذن المجرم الجنسي المريض نفسيا صعوبة التعامل معه، هل يتم ذلك عن طريق العلاج أم يتم ذلك عن طريق العقاب؟ طبعا القانون الكندي
تحدث أو حدد لنا بشكل عام المجرم الخطر، وقال إن المجرم الخطر هو من ارتكب جريمة خطيرة ووضع لهذه الجريمة معايير تتضمن في استعمال العنف أو محاولة استخدام العنف، ارتكاب فعل يسبب خطر على الحياة أو السلامة الجسدية، أو من شأنه أن يسبب أضرار شديدة للغير، أيضا من يرتكب جريمة من الجرائم الجنسية مثل جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو الاعتداء الجنسي باستخدام سلاح أو بالإجرام. إذا توفرت حالة من هذه الحالات، إذن يكون هذا المجرم مجرم خطر وفقا لما ذهب إليه القانون الكندي. هنا في هذه الحالة بيلزم بالإضافة إلى ذلك أن تطلب المحكمة من خبير أن يقدم تقريرا عن مدى خطورة المجرم، وبعدها تعتبر المحكمة مجرما خطرا. وإذا المحكمة أعلنت أن شخصا معينا هو مجرم خطر وفقا للقانون الجنائي الكندي، فيكون ذلك في الحالات الآتية: إذا كانت الجريمة اللي أدين عنها بتشكل تهديداً للحياة أو للسلامة الجسمية، أو سبق ارتكاب الشخص أكثر من جريمتين، تبين أنه لا يسيطر على سلوكه وأن هناك احتمالاً لقيامه بسلوك يهدد بحياة الآخرين أو سلامتهم أو صحتهم النفسية، أيضا قيام الشخص بسلسلة من سلوكيات عدوانية من بينها الجريمة الأخيرة، وقيام الشخص بسلوك يعبر عن وحشية واضحة، كل هذه هي الحالات التي يعتبر فيها الشخص مجرم خطر وفقا للقانون الكندي. طبعا وضحنا لحضراتكم قبل ذلك أن القانون الكندي كان يتعامل مع المجرم الخطر إذا قررت المحكمة أن شخص معين مجرم خطر، فهنا بيحكم عليه بالحبس غير محدد المدة، ولكن هذا القانون تعدل وأصبح يحكم عليه يحكم عليه القاضي بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات. أما إذا تحدثنا عن التعامل القانون الكندي مع المجرم الخطر المجرم الجنسي المريض نفسيا، فنجد أن القانون الكندي بيتعامل معه معاملة منها ما هو عقابي، طبعا عن طريق الحبس مدة يحددها القاضي، وبالإضافة لذلك بيتم إخضاع هذا الشخص لتدابير أخرى منها مراقبة من أخصائي نفسي أو وأخصائي اجتماعي لمدة لا تزيد على 10 سنوات. وطبعا المحكمة استنادا إلى تقرير الطبيب النفسي، إن قدرت أن المتهم يمكن علاجه وتقويمه بحيث لا يعود إلى الإجرام إن هو عاد إلى المجتمع، أن تأمر هنا في هذه الحالة باعتباره مجرم طويل المدة. أما عن تعامل القانون الإنجليزي مع المجرم الجنسي المريض نفسيا، فنجد أن القانون الإنجليزي أدخل في قانونه اللي هو بعنوان Sex Offenders Act الصادر في سنة 1997، والحقيقة طبعا كان هذا القانون ظهر بسبب ارتكاب جرائم جنسية بشعة هزت الرأي العام في إنجلترا، فتعدلت المعاملة العقابية للمجرمين من هذا النوع من الجرائم، وكان إذا كانت الجريمة من هذا النوع معاقبا عليها بالحبس مدة 10 سنوات فأكثر، فإنه يحكم عليه بالحبس غير محدد المدة ولا يمنح الإفراج مع وضعه تحت المراقبة إلا إذا قررت لجنة الإفراج الشرطي أن المحكوم عليه لم يعد يشكل خطرا على الغير، فإذا لم يتحقق ذلك فإنه يمكن أن يقضي بقية حياته في السجن. طبعا لأن حضراتكم كما تعلمون أن هذه الطائفة من المجرمين الخطرين هي الحقيقة طائفة تحتاج إلى المعاملة ليس فقط العقابية، ولكن هو نوع من المعاملة العقابية والعلاجية معا، لأنه حتى لو
تعاملنا معه فقط بالمعاملة العقابية عن طريق إيداعه في الحبس، فإذا ما تم الإفراج عنه بعد قضاء فترة العقوبة فإنه سيعود إلى ارتكاب هذه الجرائم البشعة مرة أخرى. لو تحدثنا ثالثا عن الأثر المترتب على الخطورة الإجرامية الجنسية، فيترتب على وصف المحكمة شخص معين بأنه خطر من الناحية الجنسية، ده بالنسبة للقانون الكندي. أولا، عند إدانة المجرم من هذا النوع وقبل إصدار الحكم الجنائي عليه، فإن على المحكمة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالتالي فإن القانون الكندي يستبعد تطبيق الظروف المخففة التي يمكن أن تنزل بالعقوبة إلى أقل من سنتين. أيضا من الأثر المترتب على الخطورة الإجرامية الجنسية وفقا للقانون الكندي هو وضع المجرم تحت رقابة اجتماعية لمدة لا تزيد على 10 سنوات. نأتي أخيرا للحديث عن فكرة المجرم المفترس العنيف جنسيا في القانون الأمريكي. متى ظهرت هذه الفكرة؟ ظهرت فكرة المجرم العنيف جنسيا في بعض الولايات الأمريكية مثل ولاية كاليفورنيا التي تسمح للمحكمة بأن تحكم بالحبس غير المحدد المدة ضد هذا المجرم إذا ارتكب جريمة من هذا النوع من الجرائم، ثم قبل الإفراج عنه إن رأت المحكمة أنه من المحتمل أن يعود إلى ارتكاب جريمة من هذا النوع في المستقبل، عندئذ بتحكم عليه بالمراقبة. هذه المراقبة بتتضمن لبرامج للعلاج. طبعا لو اختصرت لحضراتكم أو تحدثت مع حضراتكم عن هذا الاختصار اللي هو SVP، كيف يكتسب المحكوم عليه صفة SVP. SVP هي قوانين في أمريكا، اختصار جملة Sexual Violent Predator، يعني الجرائم التي تواجه المجرم المفترس العنيف جنسيا. يقصد بهذا أو أن هذه القوانين تواجه مجرم معين، وهو المجرم المحكوم عليه عن جريمتين من الجرائم الجنسية العنيفة على أشخاص لا يعرفهم أو لا يعيش معهم، فيتم حبسه، وقبل الإفراج عنه يتم دراسة حالته مرة أخرى. إذا اتضح أنه يحتمل عودته إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم الجنسية العنيفة في هذه الحالة، فطبعا بيتم إخضاعه لبرامج علاج. هل يلزم لكي يكتسب المحكوم عليه صفة المفترس الجنسي أو المجرم العنيف جنسيا اللي هو SVP، هل يلزم أن يكون فاقدا لإرادته في التحكم في نفسه؟ المحكمة العليا الأمريكية أجابت على هذا السؤال بقولها إن قوانين الولايات المتحدة التي وضعت نظاما خاصا لتلك الطائفة من المجرمين الخطرين لا تتطلب هذا الشرط. بهذا نكون قد انتهينا من المحاضرة الثانية لنا. إن شاء الله نلتقي بحضراتكم في المحاضرة القادمة. مع خالص تحياتي.